رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين اللعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الورد والسعادة وبداية أسبوع جديد لكل الحلوين قاعد يتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو الأبطال ومساء الخير يا عبد الله. مساء الخير يا شعول وأيضا أصدقاء الحلوين ويلكم باك مرة ثانية في أسبوع جديد من خلال برنامج استوديو الأبطال. ويوم السبت اليوم في بعض الأبطال قاعدين في البيت فإحنا اليوم قاعد نقدم هذه الحلقة للأبطال اللي موجودين في البيوت وأيضا هناك أبطال موجودين في المجمعات فالويكند شغال عندهم وإن شاء الله تستمتعون في هذا الأسبوع كالأسابيع التي فاتت. طبعا طرق المشاركة في برنامج استوديو الأبطال بسيطة وسهلة يمكن صار عندنا ويكند أحس شيء تنين ولا مرة قدم ما أدري ليش يعني الشعور اليوم عاد الله والويكند يوم طريقة المشاركة سين أو إس للي حاب انه يدق علينا واللي حاب يتواصل معنا من خلال انستغرام تغريداتكم تويتر تغريدات تويتر اللي هو @abtal_الراي ونفسه اللي هو الانستغرام ونحط صورنا الجديده والتغريدات قاعد توصل تبارك الرحمن من الحين عشان نقراها ان شاء الله بالفقرات القادمه. صحيح احنا دائما نقول حلقه السبت وحلقه الخميس طابع المشاركات يغلب على هذه الحلقتين فعشان كذي اليوم السبت على السريع عندنا خبر بسيط وجميل ورائع جدا مثل اللي راح يطلعون فيه. كان يوم جميل امس يوم الايتام فعدسه برنامج استديو الابطال كانت متواجده لتغطيه هذا اليوم الرائع راح نعرضها ان شاء الله بالفقره هذه في برنامج استديو الابطال بالاضافه الى اتصالاتكم ومشاركاتكم. صحيح ان الاستديو ما في ابطال ولكن اللي نعرفه ان الابطال جايين بالطريق بس شوي متاخرين وعندنا بالفقره الاخيره ان شاء الله راح نحتفل في عيد ميلاد بنوته حلوه جايه بالطريق ان شاء الله بالسلامه يا رب وراح نغني لها اغنيه العيد ميلاد ونقول كل عام وانتم بخير حق كل اللي عيد ميلادهم اليوم ومواليد اليوم. طبعا عبد الله بيقول كلمه ابي اقول في موضوع او حادثه صارت قاعد الكل يمكن قاعد يداولها خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها الى رجال اطفاء مطافي سالميه. ما سمعت عن الحادثة اللي رجل الاطفاء اللي دش ويعني تاذى حيل وهو الحين موجود بالعنايه المركزه فنقول لك سلامات ان شاء الله واجر وعافيه واكيد هذول اهم رجال الكويت اللي دائما ما يقصرون مع منو ما كان. طبعا كان الحادثه انا سمعت مثل ما كانت حريق في احدى الشقق يعني فنقول اول شيء نقول سلامات لرجل الاطفاء وايضا الاسره اللي طلعوها نقول لهم ايضا سلامات وخطاكم السوف. طبعا عمار اسمه رجل اسمه عمار نعم. بس كان اسمه موجود ببالي بس عمار شنو بس نسيت فنقول لك سلامات اكيد وكلنا نرفع الراس فيك وتاكد ان كل اللي قاعد يزون الحين بسيات ويزون مسجات كلهم قاعد يدعوا لك وان شاء الله يا رب تقوم بالسلامه ويعطيك العافيه على هالتضحيه الكبيره. اديت امانتك يا اخوي عمار ويقومك بالسلامه وترجع حق اهلك سالم غانم وترجع ايضا لوظيفتك اللي انت اديتها بكل امانه ويا رب يقومك بالسلامه باسرع وقت والسامع يقول امين يا رب العالمين. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير ويوم الايتام كان في امس. جمال محمد أبو الخير رئيس الاتحاد العام للمصريين في الكويت. جينا النهاردة عشان يعني نعطي رسالة للمجتمع إن إحنا بنؤيد يوم الطفل اليتيم في احتفالية بنعكس من خلالها رسالة للمجتمع إن هو يتضافر ويتعاون من أجل الأطفال الأيتام ونقول لأبنائنا الأيتام أننا نحمل لكم كل حب وود في قلوبنا ونمد أيدينا لتصل إليكم بالخير. عشان نجوا حل في ألعاب حلو عشان نلعب مع الأطفال الصغيرين We'll be right back.
اسمي هالة سامي، عضوة في الاتحاد العام للمصريين في الكويت، والنهاردة اليوم مشارك فيه تنظيم الاتحاد العام للمصريين في الكويت مع الفريق الأمل التطوعي. هو يوم بس مش للمصريين أو الكويتين، هو اليوم لكل الجنسيات، حابين نشاركهم ونفرحهم وندخل الفرحة على قلوبهم ونخليهم يبتسموا. مش هو يوم فقط واحد اللي احنا عايزين نفرحهم فيه، المفروض ان فيكم مشاركات على مدار السنة كلها. احنا مش جايين علشان نقول لهم النهاردة انت لوحدك، احنا جايين عشان نقول له انت معاك ناس تانية بتحبك وناس يعني بتكون عيلة تانية اكتر من اللي انت فقدتهم. كل الحلوين اللي قاعدين يتابعونا ومكملين حلقتنا معاكم، في عندي بس وصل تغريده بس ما فهمتها. عبد الله يقول لك نصف جمال الانسان جماله فاحسن الحديث. الله، شنو يعني نصف انسان؟ نصف جمال الانسان اخلاقه، انا اتوقع مو جماله، يمكن في خطا في لبس. فاحسن الحديث. انا بس بنوه على شغله عشان اللي قاعد يتابعون لا يضحكون. قبل اطلع التغريده شنو قلت؟ هذا كان في شنو؟ هذا كان في امس. هذا كان في امس، بغيت اقول حلقة امس بس تذكرت ان امس ما في حلقة، بس طلعت امس بدون حلقة امس، بس عشان انوه، عشان يقول هذا ايش فيه بدليات وكذي، وانا من نوعي الحمد لله ما قد بدليات. فبس حلو. ايضا مكتوب عندنا سؤال تكفون جاوبوا عليه، ماجد وينه بالكنترول؟ يعني وين ماجد؟ موجود ماجد. ليش ما قاعد ماجد قاعد يرد على اتصالاتكم؟ موجود ماجد معاكم. ايضا عندنا تغريدات كثيره قاعد توصل لنا، وشكرا لكل اللي قاعد يدعون لنا والكلام الطيب اللي قاعدين يدزونه. الاصدقاء الحلوين اللي باكر عندهم امتحانات، حاولكم ما تطلعون اليوم، قاعدوا درسوا انه بس باكر ان شاء الله والله يسهل وتمتحنون وترتاحون من الامتحان مال باكر. اخذوا قدوه مذيعتكم. راح اقعد بالبيت وحاسه ضيق خلقي. لا درسي عادي. ادرس بعد الحلقه راح تروحين تدرسين. اي حلو، فالله يسهل ان شاء الله. يعني كله مو بس انا قاعد، حتى انت قاعد بعد بالبيت، ما حتى انت قاعد قاعد بيتكم. حاضر. انا والله وين اروح يعني، بروح النادي بعدها. أيه؟ وبعدين بقعد بالبيت ان شاء الله علشان خاطرك. شكرا. ابي ارحب بالبنات الحلوين اللي موجودين داخل الاستديو توهم دشوا، خمس بنات وخمس شمعات داشين الاستديو كشخه حلوه بشكل حلو زين، علشان يحتفلون بعيد ميلاد ريماس. هذه هي اللي بالنص لابسه ابيض، راح نحتفل بالفقره الاخيره بعيد ميلادها بعد شوي. اذا يابوا الكيكه، او منو اول مره يرفع ايده؟ اول مره ريماس انت كنتي موجوده، ايش فيك؟ منو اول مره يسيد الابطال يرفع ايده؟ 1 2 3 4 بس ريماس. اذا ريماس جايبه بنات اول مره يجون استديو الابطال، بنسولف وياهم وندردش وياهم بالفقره الثانيه ان شاء الله، وراح نتعرف على اساميهم اذا اهلهم قاعدين يتابعونا. صح. وايضا عندنا وصلنا توضيح من اسال، وتقول لا هو مو قاعد يرد علينا. ما يصير هو يرد عليكم، مثلا انتم تدقون حياتي احنا ندق عليكم، لما تدزون اس ام اس احنا ندق، انتم لما تدقون اكيد ما حد راح يرد عليكم. فمن خلال الاس ام اس لما تدزونه واحنا ندق عليكم، الرقم اللي انتم قاعد تقولون عليه ما راح يستقبل، هذا يكون في يمكن بمكان ثاني او كذي. صح. صح. بس انا بنوه عن شغله عشان يصير في لبس في الموضوع، ان استوديو الابطال من حلقتين طافوا صار المشاركات، قد تكون المشاركات علشان لا يجينا انتقاد بس يا بنات ويا شباب، ان المشاركات صارت للعب، اللي يبي يلعب يقدر يطلع ويانا على الهواء مباشره، او عنده مشاركه لخاطره معينه، كلمه بحق مدرس دكتور زميل يقدر يقولها، يقدر يقولها في برنامج استديو الابطال. هذا التنويه بس. عندك تعليقات الحين؟ عندي وايد كومنتات. مساء الخير، كيفكم؟ احنا مره مشتاقين لكم، من زمان ما شاركنا معكم، اكيد منورين اليوم. من امل واماني وتهاني، احنا بعد شفنا لكم وايد يا حلوين. ايضا عندنا احبكم وايد وبرنامجكم وايد حلو. من علياء، شكرا يا علياء. بداخل كل منا شخص اخر جميل الخلق ورزين العقل هادئ الطباع مثل عبد الله، ما شاء الله محبتكم سعوديه وافتخر. شكرا. ايضا عندنا السلام عليكم، شعور منوريني احلى ثنائي، حابه اوجه تحياتي لاجمل مذيع عبود، واقول حق احلى جروب عشاق عبود وامي وابوي خواتي من مرام. شكرا مرام. كبيره لمرام. هلا عبود وشعوله، مساكم الله بالخير يا حبايبي، ربي يرضى عليكم. من الاء، شكرا حبيبه قلبي. شكرا يا الاء. هذه ثلاث تويتات تقريبا انت قريتي اليوم. ناخذ اتصال، اول اتصال هالاسبوع. الو منال. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا منال؟ الحمد لله. شلونكم انتم؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. عساك بخير؟ الحمد لله. انت طبعا كالعاده تسلمين علينا وتسلمين المايك او سماعه التليفون، لان انتم ما عندكم مايك حق عواشها، صح؟ اي صح.
يلا اترك المجال لك، تفضلي. بغيت اسلم على مشاعر. ايه حبيبي شكرا. وعواشه تكلم. يلا وين عواشه؟ السلام عليكم عواش. اهلا وسهلا بهالصوت الجميل والشكل الحلو. شلونك عواش؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. قولي لي سويتي بالويكند؟ وين رحتي؟ ولا كنتي رحتي الالعاب؟ شنو اكثر لعبه تحبينها؟ كل الالعاب. كل الالعاب تحبينهم؟ تلعبين الالعاب اللي تكونين بروحك ولا اللي وياك ناس يلعبون وياك لازم احد يفوز؟ بروحك. عيل راح نلعب احنا بالسيدي الابطال لعبه بروحك، اوكي؟ نفس الالعاب اللي انت تلعبينهم. يلا خلينا نشوف اللعبه. A fetch machine. That's what I'm talking about. How cool is that? Enough with the racket. Can't a dog get some sleep? انا والله كان ودنا نشوف نتابع الموبايل العجيب هذا، بس هي عباره عن لعبه قوه ملاحظه. ركزتي على الفيديو عواش؟ والله انا ببالي سؤالين، تبين الاول ولا الثاني؟ مع ان انت ما تعرفينهم. الثاني. سؤالي الثاني يقول كم كره طلعت من الماشين ولعبوا فيها؟ واحده بس. برافو عليك، اجابه صحيحه، كانت كره واحده. تبي تعرفين السؤال الاول؟ انزين ممكن تعرف تجاوب. تكرمين كم كلب كان موجود بالفيديو؟ مو قطوة. واحد. لا الأبيض، ترى هذا نوع من أنواع الكلاب الزينة. فصاروا كم؟ ما أدري. ما أدري صح، هذه ما أدري يعني اثنين. ما أدري واثنين. جاوبت عواش. شنو حابة تقولين بعد حبيبتي؟ أنت فايزة كذي خلاص. شنو حابة تلعبين؟ أتوسط حياتي. حاضر يلا. أمي أبوي. إيه. أميمي. إيه. وخواتي. أمتي. إيه. وبس. ميمي منو؟ عبد الله مشاعر. شكراً. حبيبتي تسلمين. باي باي. باي باي عواشة. تحية كبيرة حق عواشة أكيد وحق منال وكل أصدقائنا الحلوين دائما يتواصلوا معنا. بنكمل حلقتنا معاكم بالتعرف على الأبطال الحلوين الموجودين معنا داخل الاستديو من بعد هالبريك. الفقرة الثانية فقرة التعريف بالأبطال الحلوين اللي يتواجدون دائما في البرنامج، والباب مفتوح للجميع. هذه رسالة حق كل الأصدقاء. حلقة السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس ما عدا يوم الجمعة ما نستقبل، لأن ما في عندنا حلقة على الهواء مباشرة. كل الأبطال اللي حابين أنهم يونا، هذه رسالة. شلون يونا؟ يتواجدون في مبنى الراي بشويخ ساعة 2:30 3 إلى 4 تقريبا عشان يطلعون على الهواء مباشرة. وكل ما كانت الكمية كبيرة كل ما صارت عصفورين بحجر بحلقة واحدة يقدرون يطلعون يستانسون معنا. عندنا بنات أو شفناهم بالفقرة الأولى راح نتعرف عليهم. عندك تبين ladies first؟ كيفك؟ يلا يلا نتعرف على أول جروب موجود معاي. Catch أول بنوتة حلوة. هذه شنو؟ يعني صيديني إذا قدرتي. يعني شنو؟ يعني أنا كل كلمة كل جملة الحين أتعلمها راح هي أقول لك إياها. إيه هاي تعلمت الحين؟ نعم. Catch me if you can. أوكي يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف على أول بنوتة لابسة الكحلي وحلوة ومنورتنا. شو اسمك؟ حط الميكروفون. هاجر. هاجر عشت لسامي. كم عمرك هجورة؟ عمرك حط الميكروفون قولي لي عمرك كم عمرها؟ 5 سنوات. عمرك 5 سنوات. العمر كله ان شاء الله حبيبتي. قولي لي بتغنين؟ بتغنين هجورة؟ شنو بتغنين؟
يلا غني. بيت الحب وبقالة حلو طيب بقالة، لما أبيها ترى تمسك إيدي يا ماما تطلب هدية ماما. سبقوا حق هالجورة الحلوة، حيا سبقوا لها سبقوا لها سبقوا لها. شكرا يا هالجورة الحلوة. طبعا هالجورة جاي تحتفل لهم بعيد ميلاد منو؟ منو؟ ريماس. شو تقولين حق ريماس؟ كل عام هي بخير؟ يلا حط الميكروفون يقول لك كل عام وانت بخير رموسة. كل عام وانت بخير رموسة. حبيبتي يا هالجورة، الحين ننتقل لرموسة ونتعرف على رموسة. اعطيه الميكروفون. شلونك يا رموسة؟ زينة. كم صار عمرك؟ 4 سنوات؟ العمر كله ان شاء الله. قولي لي شنو بتكيفتك على شنو؟ ولا ما نقول نخليها مفاجأة؟ الفقرة الأخيرة نشوفها. خليها مفاجأة؟ من جاب لك هالبدلة الحلوة؟ ماما. ماما؟ طبعاً تحية كبيرة حق والدتك على هالبدلة الحلوة، طالعة نفس عروسة شي حلوة. قولي لي رموسة أنتِ بتغنين؟ يلا غني. شو بتغنين؟ ليلة الحبوبة. بعد؟ يلا غنيها. ليلة الحبوبة أنا حلوة وطيبة أنا، لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا تطلب هدية ماما. يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي، يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي. يا صبح حق رموسة الحلوة صفقة كبيرة. نقولش مرة ثانية كل عام وانت بخير يا رموسة، وش راح نحتفل بعيد ميلادك اليوم من خلال حلقة. ننتقل لآخر بنوتة موجودة معانا بهالفريق، شو اسمك يا حلوة؟ ريم. ريم عشت لسامي. يا ريم كم عمرك؟ 9. 9 سنوات العمر كله ان شاء الله. قولي يا ريم تبي تغنين؟ اي. شو بتغنين؟ I love you mama. يعني غير بنية الحبوبة. ها؟ يلا نسمعها. I L O V E Y O U M A M A I love you mama mama. نيت الحبوبة أنا حلوة وطيبة أنا، نيت الحبوبة أنا حلوة وطيبة أنا، لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا تطلب هدية ماما. يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي، يما نام الله يهديك يما نامي يالله ما بي ما بي ما بي ما بي، مو لازم أنام أنا أخاف 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 لحالي أخاف أنام. سنقولها حيل 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 هالبنوتة الحلوة. ها شو رايك مشاعر؟ بما أن هم ثلاثة غنوها طبعا تصويت من الجمهور، بس عندش يعني خلينا نكون لجنة حكم، ثلاثتهم غنوها. أنزين من أفضل؟ إيه من ثلاثتهم. ثلاثتهم أنزين. في بعد أحد يغنيها مني؟ ها؟ كلكم الظاهر هذيلا متفقين بالسيارة أنهم يغنونها مع بعض، بس احنا خليناها كل واحده بروح. يلا خلينا ننتقل حق الجروب الثاني، بنوتين بس. اول واحده لابسه احمر، ما تبي تضحك بس لازم تضحك. شو اسمك؟ شهد. قربي الميكروفون عشان يصير صوتك عالي. شهد. شهد شنو؟ شهد عبد الله. والله والنعم. كم عمرك شهودة؟ 5. 5 سنوات. بردانه شهودة؟ ها انت جايه ويا منو اليوم؟ مع خالتك ويا البنات عشان تحتفلون بعيد ميلاد ريماس. يلا اول شيء شنو تبي تقولين حق ريماس بعدين اسولف وياك؟ شنو تبي تقولين لها؟ بخير. كل عام وانت بخير. وبعد نبي ناكل شنو؟ نبي ناكل كيك اخر شيء. انزين قولي لي توجهين تحيه حق اي ابله قاعد تتابعك من المدرسه؟ شو اسمها ابله؟ منو ابله؟ محد. محد. هذه بالفرصه صح تطلع؟ ها ما في ابله محد بالفرصه. انزين شنو حابه تقولين تحيه؟ انت مو بالمدرسه؟ ها وين تروحين؟ للحين ما تروحين مدرسه؟ ما رحتي للحين؟ انت كم عمرك؟ قربي الميكروفون قربي الميكروفون. 5. 5 سنوات؟ 5 سنوات مو كنا المفروض تروحين روضه؟ ما تبي تروح روضه؟ ما تبي تروحين روضه؟ ما تبي تروح كيف البنيه؟ ما تبي تروحين روضه؟ خلاص اوكي يلا صفقولها. اخر واحده اعطيها الميكروفون. يلا قولي شو اسمك؟ كم عمرك؟ من الابله تحبينها؟ تروحين مدرسه ولا ما تروحين؟ كل هذا تبي تغنين ولا ما تبي تغنين؟
كل شيء تبين قولي يلا. اي اجابه تبي تجاوبين ولا اقول لك خلاص ايش رايك؟ يلا قولي شو اسمك؟ هيا. هيا شنو؟ هيا محمد. هيا محمد شنو؟ هيا محمد شريف. هيا محمد شريف. والنعم كم عمرك؟ 6. 6 سنوات؟ شفتي البنات شلون غنوا بنيتي الحبوبه ثلاثتهم؟ ليكون انت بعد تغنينها. والله كنا صح؟ من مسكتك حق قلتك جاهزه حق الاغنيه. يا حلاتك والله يلا تغنينها؟ عادي يلا قوليها. بنيتي الحبوبه انا حلوه وطيبه انا، بنيتي الحبوبه انا حلوه وطيبه انا، اما ابيها تنام تمسك ايدي ماما تطلب هديه، ما يوم نام الله يهديك يوم نامي يالله ما بي، يوم نام الله يهديك ونامي يالله ما بي، لو تبين اني انا يوم نامي يالله ما بي، لو تبين اني انا يوم نامي يالله ما بي، ما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم انام، انا اخاف 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 لحالي اخاف انام. شطوره برافو عليك. بس شهد ما غنت، ما تبي تغنينها صح؟ ما تبغين يعني ايه من شهد هي بطريقتها. شكرا يا بنات يعطيك العافيه. اخر واحده بتقولين كلام ولا ماكو كلام؟ ها في كلام؟ تبي تسمعوا الاغنيه؟ تسمعوا الاغنيه ويا بعض؟ يلا هذه من مشاعر حقكم. يلا هذه الاغنيه اللي غنوها خمس او اربع بنات من اصل خمسه داخل الاستديو. يلا غنوها. ليبسينج ليبسينج يسمونه. غنوا غنوا. أعلى. إني أنا يلا نامي جنبي ما بي ما بي ما بي ما بي مو لازم أنام، أنا خاف 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 حالي خاف أنام. مشكورين يا بنات غنيتوها مع اللقاء. شكرا يا بنات يعطيكم العافية. كلهم غنوها طبعا مشاعر. التكتي بحلقة اللي موجودة فيها ريماس الحلقة لا. شوفوا طبعا طول الحلقة راح تشوفون أسامي حق القعدات طريقة القعدة شون يعني؟ شوفيها مع الحلقة إن شاء الله أنا راح أأشر لك وأسمي لك بالأسامي أوكي؟ خلاص طول الحلقة إن شاء الله. أنا ما أبي أدقق لأن إذا دققت ما راح تنتبه أو ما راح تعطينا الحركات الطبيعية. أنا أقول إن شاء الله أنا أحفظ امتحاني نفس ما حفظ الأغنية هذه إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. غنيها غنيها الامتحان؟ إيه. أنت أسامي شنو شنو المادة؟ شنو المادة؟ مدخل أنثرو أنثروبولوجيا. أنثرو؟ إي أنثروبولوجيا. وين يلعب أي نادي هذا؟ لا اسم المادة تخرع. زين انت انا حفظي اسم المادة وكتبي بس قدي حفظي. شنو شنو يعطونكم هذه الانتروب؟ يعني عن دراسة الانسان وطبيعة الانسان وحياة الانسان. عادي انسان طبعه طماع. اسامي العلماء تخرع. وفي عالم اسمه عبد الله جيمس فريزر. بس انت شنو جيمس بوند حطي بالك. انا ما حد خرجني من الجامعه غير هالسؤال. انا ما جيمس بوند فريزر. وين نحط اللحم بالفريزر؟ واحد اسمه اسمه ايفانز. ايفانز ريتشارد. اي ايفانز. اذا عندك انت ايفانز بتقدمينه هذا انا حافظه تحفظينه. ايفانز هذا ريتشارد. اي قلب الاسد. اي وفي واحد اسمه ألف دينار. ألف رد. حطي في بالك قرض. ألف رد. حطي في بالك إن قرض بو ألف وبعد نوت بو ألف وبعد شنو؟ ألف رد. ها؟ اسمه ألف رد بس نسيت اسمه بو. ألف رد. بس كذي ينحفظ. مادة سهلة بالعكس أنا أحبها هذه راح أدرسها وياك. ماشي. أوكي. يلا ناخذ اتصال. ألو. طيف. ألو. أهلا يا طيف. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا طيف؟ الحمد لله تمام. كم عمرك؟ 12. كم؟ 12. راح تلعبين تعرفين النمر الوردي؟ اي تعرفينه؟ بسألها سؤال انا بس. يلا انا هذا لغز. ها هذا لغز يعتبر لغز. يلا انا جاوبت. يلا خلينا نشوف اللعبه راح تفهمين ليش قاعد اضحك. يلا حطوها اللعبه. انا اسف. يلا اختاري من واحد الى تسعه. خمسه. سؤال. سؤالك يقول اسم لاعب كرة قدم عالمي يبدأ بحرف الميم بالإنجليش. ميسي. ميسي صح. حطوا لها جزء.
يا ريتني ما سولفت. يلا اختار رقم ثاني. لقني عرفت تكفين. يلا اختار رقم ثاني. أربعة. لغز. لغزك يقول ركزي فيه. كم نقطة في كلمة كيلو زيت؟ كيلو زيت. الكلمتين هذول كم نقطة فيها؟ بسرعة بسرعة بسرعة. إذا ما تعرفين قولي بس. بس. هي كان فيها سبعة. يلا آخر واحد. آخر رقم سرعة. واحد. عطوها واحد. يعني هو الكاس أنا معطيك إياه من زمان. من هذا؟ الله. هاي سوالف ريماس. النمر الوردي بكمان صح؟ ها شوف مرة ثانية حط الصورة نقدر؟ شوفوا ريماس شوفي شوفي أنت تقعدين كذي بالحلقة شوفي شوفي بس قعدتك هاي قعدت ريماس يلا شكرا يا طيب حبيبتي يعطيك العافية تحياتك أوجه تحياتي حق أمي وأبوي إيه حق أختي وأبارك لها على التخرج على التخرج ألف مبروك أو التفوق صح ألف مبروك وعقبال التخرج وأقول حق الفريش وصايف كل عام وانت بخير أوجه تحياتي حق جدي وجدتي وبس مشكورة طيف يعطيك ألف عافية وألف مبروك حق اللي تفوقوا وألف مبروك حق اللي يبي يتخرجون هالكورس ونقول ألف وكل عام وانتم بخير حق اللي عيد ميلادهم اليوم هذا هو الملخص شعول هارد لك اللي عندهم تعبك مادتك سهلة عبود وشعول كلها أمور حياتية ما شاء الله عبود وشعول أحبكم مساء الخير حبايبي ما خذيتها شنو هي هذه من الخلانترو أنا خذيت بيولوجي خذيت بيولوجي إنسان أصعب بعد إيه بيولوجي إنسان جدا صعبة بس لازم اخذها ماده كلية العلوم بالخالديه كانت صعبه بس تحديت نفسي فيها شاطر الحمد لله جبت اي الله ستر احب تشعل وجه تحياتي حق حسن العليان والجن العليان والفال عجمي واقول لهم من سويره وهم يعرفوني اتوقع مساء الورد عبود شعل نورين حبايبي اقول عبودي انت شكل حلو انا كل انا وكل الجروب نحبك وايد وانت سبب سعادتنا من بثون حبيبتي بثون شكرا عندما يتحدث عبد الله مال الله تتبعثر بين جمال اسلوبه وحبك له وسعادتك وقت حديثه من زهراء شكرا يا زهراء يعطيك العافيه وراح نبعثر الاحرف بعد شوي راح نلعب لعبه حروف مبعثره شعول اليوم شكلك انت وعبود وايد حلو احبكم وايد من نور العجمي تحية كبيرة لها شعولة تعالي الإمارات أنت وعبود من رقية المحرزي إن شاء الله إن شاء الله خلص امتحانات حاضر إن شاء الله امتحانات وأسافر لا سهالات إن شاء الله الله يسهل عليك يا رب شنو تسافرين حاسين يلا بريك ورادين إياكم عشان نلعب رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد هذا البريك وراح نبلش الحين نلعب مع كتاكيت الحلوين اللي موجودين معانا داخل الاستديو والفريق اللي اختاره عبد الله تقريبا اللي يقدرون يلعبون شيء جديد عندنا بالوايت بورد تختلف طريقة اللعبة إنما هي عبارة عن تكوين يا تكون صورة يا تكون كلمة باللغة الإنجليزية أو تكوين رقم معين أو تكوين عدد معين من الأشياء اللي موجودة ويانا بالسلة ولكن احنا سوينا حركة جديدة مثل ما أنتم شايفين هذه أحرف اللغة العربية كاملة موجودة وفي فراغ بالنص في بنتين بس اللي هم قاعد يتعلمون فعشان شي يقدرون يكونون كلمة باللغة العربية هذه اللغة الجميلة والرائعة اللي كل الأبطال يحبونها فعشان كذي نبي نكون لهم كلمة بثلاث أحرف أول واحدة منه أكبر واحدة أنتي تعالي يلا شو اسمك تذكرينا ريم يلا ريم تعالي يا ريم صفقولها صف شجعوها ريم هني في أحرف وايد بدون وقت مع موسيقى لازم تكونين لي كلمة ثلاث أحرف مع الموسيقى عطر عين طاء راء واحد اثنين ثلاث يلا عطر دوري حرف العين والطاء والراء وأي حرف تلقينه حطيه على طول عادي يلا عطر يا سلام لا هو أنت ليش اخترتي العين اللي بالنص في عين أول شيء إيه هذه حق النص دور العين العودة اللي أول شيء تفهم وانت أيوة شطورة بالنص عشان تطلع لنا الكلمة أيوة باقي حرف الراء يلا يا سلام عليك أنا بس اخترت هذا الحرف لأن ماكو العين اللي أول شيء كانت العين اللي بالنص وينها موجودة أي والله زين في العين اللي مالت أول سطر أول الكلمة يم العين هذا تحتها تيارات يعني تقدر تطلع عليها مدريشة أيوة يا سلام ركبيها حطي هذيك مكانها إنزين لفي الحين شوفيها شنو مكتوب عطر صفقولها
واخر شوي خلي يشوفون بس الناس ان انت مركبه صح. هذه هي الكلمه، شوي تعالي كذي، ايوه كلمه عطر. انزين، منو اصغر اكبر؟ ثاني واحده موجوده بالاستديو، شو اسمك؟ هيا. شو اسمك؟ هيا. هيا هيا صح بالها. يلا تعالي هيا، حطي المايك. هيا شفتي؟ ايوه شفتيها شلون كتبت عطر. الحين مشاعر راح تعطيك كلمه ثانيه نفس الشيء ثلاث احرف. اوكي يلا شاول. كلمتك ايه هي؟ شمس. شمس. يلا شمس. شين مين سين. اوب 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 راح الحرف. يلا كونيني بسرعه شمس علشان الصغار يعرفون. اول شيء حرف الشين، كلمة شمس، بعدين حرف الميم. الميم. دور الميم. أيوة شطورة. ميم. حلو باقي سين. 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 أيوة يا سلام عليك حلوين ركبيها بس. يلا تعال يم يمها، تعال يم ريم. شطورة. عطر وشمس، شنو يعني لك؟ شنو تعني لك مشاعر العطر؟ عطر شيء إيه؟ اساسي يعني. شنو ما يقولش عطر؟ شنو عطر؟ ماركه. شمس. شمس الحياه، العمل، الرزق. واي انا لما تغيب الشمس احس اليوم خلص. اي صح. هو شنو عيل؟ احباط. شو تحسين فيه؟ خلاص هو اليوم خلص. شكرا يا بنات، يعطيكم العافيه. لا يعني المغرب، المغرب بس تروح. انا بصراحه في حزه صدق ما احبها. المغرب انا ما أحبها. المغرب اللي هي نسميها احنا ويا ربي حزه السيلفر. يعني؟ يصير الأجواء رمادية، لا ما في شمس ولا ما غابت الشمس. إيه؟ يعني على الغروب كذي في حزة السيلفر. هذه أنا ما أحب، ينقمت قلبي بعيد الشر عنكم. أقمتني بعد. هذه الحزة تلقون فيها مشاعر قاعد تدرس مادة أنثيوبولوجي. أنثيو أنثيوبولوجي. بينك بانتر. تفضلي قولي تعليقاتك، قولي تعليقاتك. مساء الخير. يلا قولي. يعني قاعد ترقع تقول انه يضحكني. يلا انت قاعد تضحكني. مساء الخير لاحلى مذيعين منورين، احب تشعول انت وعبود وكل عام ورماس الخير. صديقتكم فوفو العنزي. شكرا يا فوفو يا حلوه. صديقك من يصارحك باخطائك، كلام من يجعلها ليكسب يجملها ليكسب رضاك، من ندى العسيري. فعلا او العسري، مكتوب العسيري او العسري. سام كيفكم نورين، انا بحبكم كثير، انا صديقتكم عتريسة، تحية كبيرة لك. سام عليكم، اخباركم نورين غاليين، بس تكون شعولة. المها من قطر حبيبتي، اعتذر منك يا المها. ايضا عندنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا سيدي ابطال نورين شاشة، تحياتي فاطمة شمسي من الامارات، تحية كبيرة لك. ايضا عبدو شعولة ابتسم ودائما فحفرة غمازتكم وخالقي فاتنة جدا من مرام. ثانك يو مرام. شعول كيف حالك؟ شلون عيال خالاتك واخوانك خصوصا الحلوة حور؟ شلون تعرفين حور؟ طبعا كلهم خير الحمد لله وصحة وعافية، بس قولي لي إذا أنت تعرفينهم. أيضا كل عام وأنتي بخير. سارة آل سعود، وادعوا لي علي باكر امتحان رياضيات وفيزياء، جود لك. أيضا عندنا شعول، الله يوفقك يا عمري، باين على وجهك التوتر، الله يفتح عليك. أمين. الله يسهل يا رب. يلا الله يسهل إن شاء الله. وقد لك يا مشاعل. ناخذ اسمه؟ شنو؟ الامتحان باكر مدخل شنو؟ شو اسمه؟ أنثروبولوجي. شو خليت وراي قولها؟ يلا ألو. لو؟ عبد العزيز. نعم. شلونك يا عزوز؟ زين. شو أخبارك يا عزوز؟ الحمد لله. قول لي سويت بالويكند؟ رحت الخيران. أوه المنتزه ولا شاليهات اللي قدامه؟ منطقة خيران؟ ولا لؤلؤة الخيران؟ شاليه. شاليه. شاليه بلؤلؤة الخيران؟ ايه. متى تعزمنا انا ومشاعل نجيب لك مكسرات وحلويات؟ ما ادري. متى تدري؟ نعم؟ لما تدري قول لنا. زين؟ زين. يلا نلعب؟ يلا. يلا يا عبد العزيز، لعبة البازل، خلينا نشوفها. يلا. يلا. شوف اللعبة شوي صعبة، تدري ليش؟ ليش؟ لأن تقاطيعها شوف يعني دقيقة جدا. نفس الأنثروبولوجي. يلا. يلا. نركب الصورة، تفضل يا عزوز. أعطيك واحدة H2. ها؟ ها؟ يلا كمل. H2. قلتها أنا بعد.
قلت لك شوي صعبة صح. جي وثمانية. صح برافو عليك كمل يلا. ايه اربعة. ايه اربعة صح شطور حلو بروحك يلا كمل. بي سبعة. بي سبعة لا العكس عطوا شوية لانها صعبة والله يلا عطني اخر واحدة. بي ستة. اي سبعة في الاخير شكرا يا عزيز سبعة. برافو عليك والله كانت اصعب الصور اللي موجودة لان فيها دقة في اللعبة وشكرا يعطيك العافية وما قصرت تبي تقول شيء قبل أن نسكر اوكي متى الجائزة اي وقت بتستلم شكرا حبيبي اي وقت بتستلم جائزتك تقدر تستلمها تينا بس لازم اوكي عزيز شنو الجائزة كم شنو الجائزة الكنترول هو راح يقول لك شنو الجائزة هو عبارة عن كوبون هاي فاطمة تقول كوبون والجائزة راح تقول لك اياها او الكنترول هو اللي راح يقول لك اياها شكرا يا عزيز على اتصالك انا قبل عندك تعليق بس قبل اقول تحيات قول تحيات يلا ابي اوجه تحية كبيرة اولا حق صديقي الغالي اشتكت لك يعني شفتك قبل فترة صدفة كذي انت تدري وين انزين الشيف سامر اللي كان يسوي لنا الحلويات في خيمة الراي في رمضان الله يعود علينا بالصحة والعافية رمضان اللي فات في برنامج خيمة الراي وتحية خاصة جدا حق بنوتات الحلوات غدير وحوراء اللي شفتهم وصورت وياهم يحبونك وايد مشاعر أنا بعد كنت بسلم على بساتك تخلص زين فتحية كبيرة لكم يا غدير ويا حوراء وإن شاء الله نشوفكم في برنامج استديو الأبطال وتحية حق الشيف سامر اللي خلانا نزيد 4 كيلوات برمضان تحية كبيرة لا أكيد ولي بنات الحلوين وإن شاء الله رمضان هذا راح يكون غير مع تلفزيون الراي انتظروا مفاجأة جميلة سنقول لكل عشاق عبد الله مال الله أنثروبولوجي إن شاء الله راح تكون عندكم مفاجأة حلوة وما تنحرمون من طلة عبد الله خلال هذا الشهر الكريم ما راح أقول أكثر أخاف إنه ما يصير إني أصرح فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنكم راح تكون شيء حلو إن شاء الله بإضافة للمسلسلات الجميلة والبرنامج الجميل اللي راح تشوفونه ان شاء الله باذن الرحمن برايك عندنا اللي يبي يشارك يدز اس ام اس من الحين شلون ما شرينا تليفون ما لازم الحين يلا خلينا نشوف قبل نقرا تعليقات اذكر ايضا بتويتر البرنامج @abtal_الراي اخذي راحتك مشاعر يلا انا بمشي مع السلامه المساء حكايه رائعه لا يستطعمها الا من يلحنها بابتسامه معناها تفاؤل وامل بالله سبحانه يسعد مساكم عبد شعيب من لمسات ابداع مساء الورد عليك يا حبيبتي 3 اشياء تعطيك النجاح ايمانك بالرب وثقتك بنفسك وعزيمتك على تحقيق هدفك فاعلم ان اله السماء يعطيك النجاح من الاء شكرا يا الاء النجاح هو من يمر بفشل وراء فشل دون ان تفقد حماسك تحياتي بنت قابوس افتخر ما ادري عين ولا لا هابي بيرثدي ساره صار عمرها 15 سنة نقول لك العام هي بألف خير عبد الله كيفك انا عتريسة هلا عتريسة ايضا عندنا انا احبكم موت عبود شعور الله يخليكم ونحبيكم ولا يحرمنا من طلتكم انا بنت عمان وكل عام ورموس بصحه وعافيه وسلام حق رموس الحلوه موجوده معنا ايضا سعاده ليست حلم ولا امر محال بل هي تفاؤل وحسن ظن في الله وصبر بغير استعجال من سوسة السلطان تحية كبيرة لك وشكرا على الكلام الجميل اللي قاعد تكتبينه لنا صحيح يعطيك العافيه راح نكمل يا بنات يا شباب اللي دازين وناطرين يوصل وقتهم لقراءه تعليقاتكم من خلال عشتي رحمة الله من خلال تويتر البرنامج كلينكس تيشو بليز بريك وردين رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد هذا البريك وصلنا معكم للفقرة الأخيرة وإن شاء الله بعد لحظات قليلة أو دقائق قليلة يكون عندنا الاحتفال بعيد ميلاد رموسة الحلوة بكمل قراءة الكومنتات الموجودة معاي عينات التي تقرأ ما أكتب الآن أحبها من مهاو الشمري شكرا ها شنو خلاص أرجعين أرجع أشاكم شخباركم حبيت شعلة وايد اليوم شكلك انت وعبود وايد حلو اليوم عيد ميلادي ابي اشكر امي على الكيكه الحلوه نقولك كل عام وانت بألف خير حبيبتي امانه قولي تغريدتي انا احبكم
حتى العصر حبيتها علشانكم من غيوض فهد الجلال، تحية كبيرة لكم حبايبي. أيضا عندنا لا تيأس من صعوبة الطريق، فالصراط المستقيم على ظهر جهنم ولكنه طريق إلى الجنة، من زوزو الشمري، تحية كبيرة لك، مشاركة رائعة. أيضا صوتها حديثها ضحكتها ابتسامتها عيناها، هي أميرتي فاتنة بأكملها، شعولتي من مها وشمر، شكرا حبيبة قلبي. الحمد لله يا رب شعولة، نجحت في الجامعة الكورس الأول، وربي الفضل لك شعولة، بنصاحك الروعة وايد مستانسة، إن شاء الله دوم معنا شعولة من آلاء. شكرا حبيبة قلبي، إن شاء الله يا رب تكونين دائما متوفقة. وأيضا عندنا عبر شعولة منورين، شعولة أنت أميرة بأخلاقك وطيبتك وطيبتك ليش شنو؟ أنت ما سمعت، أنا شو علق على روحي؟ منو ما سمع؟ أنا ناطرة تخلصين بس صد. وجمالك أميرة بمعنى كلمة، ربي يخليكم لأهلكم وأحبابكم من زوزي، شكرا يا زوزي يا حلوة. أيضا شعولة أنت ليش ما تسوين برنامج في رمضان؟ يعني أكون فترة بريك أرتاح أقعد مع أهلي. لازم بريك لازم. أي أيضا شعولة عبود منورين بالأبيض في الصيف يا حبي لكم، شعولة انتظر عيد ميلادك يا برنسيسة عبود، ضحكتك حلوة ماكو منها، من شجن، تحية كبيرة لك يا شجن، لا تنسين الكومنتات يا شجن، تورطيني يا شجن. شنو في كلام؟ خلا شوف. أوف 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 ضحكتك حلوة ماكو عني أنا إيه. عادي يعني أنت مستحية، ماكو عين، ضحكتك حلوة ما عن ماكو عيون. هذه اللي مستحية منها مشاعر. اليوم ناخذ اتصال، ماكو عين، شوف شو اسمه، الحمد لله يا رب. عهود. نعم. شلونك؟ السلام عليكم. عهود. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش فيك معصبة؟ ايوه هذه الشكل المطلوب. نلعب مع بعض لعبة السيارات، اوكي؟ اوكي. انت مع نورة، اوكي؟ اوكي. تسمعي صوت نورة، نورة اوكي؟ اوكي. نورة. الو. السلام عليكم يا نورة. عليكم السلام. شلونك نورة؟ صوت التلفزيون عندكم عالي. الحمد لله بخير. قصري عليه، قصري عليه بسرعة، قصري على التلفزيون. يلا. قصرت. قصرتي؟ ايه. تلعبون السيارات؟ ايه. جاهزين يا بنات؟ يلا يلا خلنا نلعب يلا. عهود. عهود أنت الريد كار، نورة أنت يلو كار. عهود صح أو خطأ؟ عهود أنت وياي؟ إيه. يلا صح أو خطأ، من مضاعفات العدد خمسة، خمسة وعشرة واربعة عشر. خطأ. خطأ صح، برافو عليك، خطوة قدام، هو خمسة وعشرة وخمسة عشر مو اربعة عشر. ننتقل حق نورة، نورة سؤالك يقول مجموع أضلاع المستطيل أربع أضلاع، صح أو خطأ؟ صح. صح برافو عليك، خطوة قدام. ننتقل حق عهود مرة ثانية، السؤال الثاني يقول لك شنو؟ والله شنو هذا؟ كول سنتر احنا داقينها. يلا ما كم تليفون عندكم؟ شكل حلو. يلا عهود. نعم. يقول لك الجزر مفيد لصحة الإنسان وهو نوع من أنواع الفواكه. خطأ. برافو عليك، خطأ يعني إجابة صحيحة، خطوة قدام. ننتقل حق نورة، السؤال الثاني نورة، كلمة النورس فيها لام قمرية في اللغة العربية، صح أو خطأ؟ النورس. النورس لام قمرية؟ أي صح. غلط. النورس صح ولا خطأ؟ النورس. النورس. النورس قمرية ولا شمسية؟ شمسية مو قمرية. شمسية ولا قمرية؟ شو الإجابة؟ شمسية. ممكن تعيد سؤال عبد الله؟ حلو، إجابة صحيحة يعني لأنه غلط، أوكي بس عشان نوضح. ننتقل للسؤال الأخير حق عهود، سؤالك يقول المغرب هو لحظة غروب الشمس اللي تحب الشعور راح تدرس فيه. حزة المغرب. أعيد السؤال، المغرب هو لحظة لغروب الشمس مو شروقه، غروبه يسمونه المغرب، فترة المغرب. خطأ. والله خطأ. زين اوكي، على المغرب متى يعني؟ اي حزه المغرب يعني مثلا؟ غلط طبعا، انا احسبها غلط.
حزة المغرب هي غروب الشمس، خلاص ليش يسموه المغرب؟ لأنه غروب الشمس. آخر سؤال حق نورة، إذا جاوبتي صح أنت تفوزين يا نورة، وإذا غلطتي تتعادلون. نورة، الدلفين هو حيوان برمائي، صح ولا خطأ؟ خطأ. من قاعد يقول صح؟ خطأ. يلا عشان لا خطأ. خطأ. روح للأمام سر. نورة صفقوا حق نورة، ألف مبروك. عهود، السؤال كان جدا سهل لك، انت غلطتي فيه. ترك هو صح، ترك بس حده سهل، ما عليه غلطتي فيه. شكرا جزيلا يا عهود، بالمرات الجايه تربحين. نوره انت كان لك نصيب الاسد. شنو السؤال يعني كنت تسالي شاقه؟ اقول حبدال. شنو السؤال؟ اللام قمريه ولام شمسيه. اللام القمريه القمر، ايه؟ فيها السكون. اللام الشمسيه اللي هي مثل الشده، الشمس، ايه؟ هذه هي اللام الشمسيه. السؤال اي معطينهم كلمه. هذه لام قمريه ولا لام شمسيه؟ اوكي هاي الشكل. اذا انت مو عارفه هذا الله يعينك بالانثروبولوجيا. ماشي الحين راح نروح مع بعض نتابع هالكلو ونرجع لكم مره ثانيه. أقول الكويت بخير وبنعمة، وستبقى إن شاء الله بنعمة وخير، وستبقى إن شاء الله بأمان. مثل ما قلنا في البداية وفي بداية الحلقة، رموسة اليوم جايت لنا حلوة مرصعة باللولو الحلو مثلها، ويا البنوتات عشان تحتفل في عيد ميلادها، ويايبها الكيكة الحلوة. بس هي انتي أحلى من الكيكة، فنقول لها كل عام وهي بخير، وهابي بيرثدي تو يا رماس، وإن شاء الله نشوفك عروسة ومتخرجة إن شاء الله بأعلى المراتب يا رب، ونغني مع بعض أغنية العيد ميلاد. شعود يلا ابو شان بقول لك العونيه بخير، ونعد عليها يا رب الصحه والعافيه كل سنه. ودائما مواليد شهر 4 يتميزون بالجمال. شوف الجمال، شوف شوف الحلقه، شوف شو تعرفون يا مواليد شهر 4 كم؟ 4 كم؟ 4 رموسه
أربعة 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 تعادل. وأنا متى وراكي بكم يوم؟ أربعة خمسة وستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وتسعة. أنا وراها بأسبوع. الحين عرفت ليش عن شهر أربعة. إيه عيل شنو؟ يلا نغني الحين كلنا مع بعض. يلا نغني لها. يلا واحد. أول شيء بدون موسيقى بعدين مع موسيقى. أنا بنسمع صوتكم. ثلاثة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ramusa. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. يلا الحين الحين نغنيها ويا الموسيقى اوكي بعدين نطفي الشمعه اوكي عشان نبي ناكل يوا احنا ها زين. يلا رموسه نغني حق رموسه صوت عالي مع الموسيقى اوكي. الحين بس ممكن اقرب شويه الكيكه. هابي بيرثدي تو يو. انا ما بقربها. يلا هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة. هفوي 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 تدري؟ يلا بسم الله هفوي حل واحدة بعد اثنين. ايوه باقي واحدة. باقي واحدة؟ سات لك رأيك مبدولها. باي باي. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا. جاهزين؟ خليكوا جاهزين جاهزين؟ خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا. رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد بدرس وبيت وملعب بس تلو العب شاركين.